وعبد قدر والعشاق والضب الشوق اللي زعلان منكو بيتين حالا حيروح وان كان حران بعد دقيقتين مضمون حيفوق خلاص الملوخية وبشرعي من تنظيف رطن ياخد ساعتين غير التنظيف عاوز ينطقطق وكمان تنشيل سيبي قومي روحي يلا وبلاش اعذر اطفال كل بلد ليام دي زيك فاكرة الدنيا ذواق وجمال ست البيت هي اللي تعرف شغل البيت وتربى يلا بامشي لما ابوك يجي يبقى يشوف له معاكي حال قدام ضرمة حلويات ياللي ببالي قولي هات عندك ايه؟ عندي كريمة خد ذوق فيه عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها أشكال وألوان مانجا فيه مانجا عظيمة والشوكولاتة والكتاتة غير الرمان اديني مانجا وتوصى بيا اديني مانجا الغالي يرخص عشان زكيه اسكت امي تسمع تزعل تبقى حكايه تزعل تزعل ما هي دايما زعلانه معايا واذا راحت وحكت وعرف حكايتنا ابويا ده ابوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا يا معلم عيسى نغيرها ازاي ده يجي في حالتنا ويعافي بلد حلتنا ويهيص قدام قهوتنا روح قول له يمشي على طول ويطول يمشي على طول انت انت يا غير انت روقنا غور من حتتنا حتتكم دي ولا حارتنا مقليش احنا مش عارفين احنا ولاد طب جدعان واحنا كل الناس عارفين اننا برضه ولاد جدعان طب يلا امشي ادينا عرض الدافع عيب يا ابو حنفي انا مش شخص عويل قدامك يعني محدش من الحته دي مانعينك لازم تفهم ان الناس دول مش على كيف اخرس اسكت خد في سنانك هاي هاي خد خد هاي هاي دي على سنانك خش يا معلم قولي لي ايه اصل الحكايه من الاول احكي لي الروايه الصبح قامت في خناقه ما بين توفيق العياقه وصبي قهوه عيسى موسى طول عمره سايق في الحداقه محمود صبي عيسى موسى محمود جواد كسيب وشاطر هو اللي فاجر يبقى شاطر انت اللي يا معلم رجب ما يعجبكش صيام رجب ولا يعجبك حتى العجب يا ولي عبت بنتنا من دمنا ومن لحمنا بلا لحمنا بلا دمنا واحد عويل بالشكل ده ايش عرفه يكون عرضنا محمود لا جانا ولا تقدم مش قلتي مره بيتكلم ده معلمه عيسى الكبير طبعا ده عنده فلوس كتير راجل غني وراجل امير اياك قالولك عقل طار هاتي زكية عجوز سفيه عنده تلاتة من الحريم عايشين سوا زي الطريق هو الحلال عندك حرام وزكية ليه تاخد غفير
ما تشوفش وشه الا بمعاد. الليله ايه ليله بدور والجايه تبقى ليله سعاد. مش عارفه اقول لك ايه بقى. توفيق يليق وان شاء الله تبقى موفقه. فين هو التوفيق؟ البت فاتها خطاب كتير كانوا يقولها، خايفه تكبر بعدين تبور تبقى يا ولا. مش هيسيبها الا نصيبها. ليه في رقبتك تشيل اسلوبها؟ اعرف شغلك تجا والبنتك اهي قدامك. غصبي عنك راح اجوزها اللي اتفلى. يلا هعندك روح فهمها وفتح عينها. فين هي ذكيه؟ في الاوضه دي. قومي معايا. لا مش جايه. عيب يا وليا. يا بنتي يا بنتي استخفي. ده كلامك انت وقله عقلك. يلا هو جالك قوم انزل له. طبعا انا نازل وهقول له. مساء الخير. يا مساء النور. عندي كلام وحديث علشانك، غرضي اقوله ما بيني وبينك. قبل كلامك عاوز اقولك انا جاي طالب قرب منك. اهلا مرحب يا سي توفيق. يلا اتفضل نطلع فوق علشان فوق نعرف نتكلم وتشوف اهل البيت وتسلم. خايف حد هناك يتكلم. لا ما تخافش ولا تزعلش، اللي في بالك يوم هتسلم. رأيي بلاش نطلع يا معلم، عاوزين نخلص بقى بالمرة. وانا ما اقدرش استنى لبكرة، هجري ادور على المأذون وشهودي الاتنين حاضرين وفي جيبي للمهر 200. اوعى تعوق. ده انا متشوق. اشترك في هذه الصورة الغنائية ابراهيم حمودة، سعاد مكاوي، بديع صادق، صلاح عبد الحميد، عبد المنعم مدبولي، وعمر الحريري. كتب الدندرمة محمد متولي، لحنها عزة الجهلي، واخرجها محمد محمود شعبان.